النهاردة أكلة بسيطة وسهلة وبرضو ليها علاقة بأن حد بيفشل في الطبخ. يعني مثلا اكتشفت أن الرز عجن نقوم مستخدمينه في إيه؟ رز بلبن. ويا سلام لو لبن بلدي اللي هو أبو قشطة ده بيبقى حاجة كويسة قوي. ما كانش موجود لبن عادي ونجيب له قشطة، قشطة بلدي من عند الراجل اللي هو بتاع اللبن ده. نحط السكر بالمقادير المتعارف عليها، لقيت سكر كتير يبقى الاكله باظت، او لا قول انا قاصد على اساس ان دي سكريات والانسان بيحتاج سكريات. يوم ما بتفشل في طبخه لازم تلاقي مبرر، النار عاليه، الفرن بايظ، اللحمه الجزار منه لله، المهم تلاقي مبرر لاي حاجه انت بتعملها وبتبوظ. فانيليا يا جماعه ما تعملوهاش زي الدقيق، لا ده هي يا دوبك حته صغيره كده عشان ما تعملش مراره في الاكل نفسه، وبرده ما يبقاش الريحه بتاعتها مسيطره على الرز بلبن. النشا هو اللي هيخلي القوام بتاع الرز بلبن متماسك. طبعا وانت بتدوق خلي بالك اهم حاجة ما نملاش البتاعة دي للاخر. كان زمان في الحلل اللي هي الالومنيوم الرز بلبن لازم وضع طبيعي ان هو يلزق، فكنا احنا بقى نجيب معلقة ونكحت الحلل دي لغاية اما ايه، وعلى فكرة كان بيبقى طعمها حلو قوي اللي هو الرز بلبن المحروق اللي في قعر الحلة ده، طعمه فظيع يا جماعة. وكده بقى جاهز للأكل. يعني لو حطينا شوية مكسرات دي تبقى حاجة لطيفة، نحط قرفة عشان لو حد حابب قرفة زيادة. مم.